قال سيهانوك ديبو عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية إن على دمشق ومختلف العواصم العربية أن تنظر إلى الإدارة الذاتية في شمال سوريا على أنها صمام أمان وخط مواجهة مفشل للطموحات العدوانية التركية. نعلن اليوم أن تدمير ما كان يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. نجحت قوات سوريا الديمقراطية بطي صفحة داعش عسكريا، ومع استمرار التهديدات التركية باجتياح مناطق شمال سوريا يواصل الكرد في سوريا توجيه رسائل الحوار لدمشق بهدف قطع الطريق على تحديات تهدد السيادة السورية من قبل أغلب المتدخلين في سوريا وبشكل خاص من قبل نظام الاحتلال التركي. سيهانوك ديبو عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية قال إن على دمشق ومختلف العواصم العربية أن تنظر إلى الإدارة الذاتية كصمام أمان وخط مواجهة مفشل للطموحات العدوانية التركية. وحض ديبو في تصريحاته دمشق على فتح الباب المغلق الذي تعتمده حيال عملية حوار بناء وتفاوض جوهري مع مسد، وأضاف: الأسلم لكلينا أن يبدأ الحوار للقطع على تحديات تهدد السيادة السورية من قبل أغلب المتدخلين في سوريا وفي شكل خاص من قبل نظام الاحتلال التركي. وأوضح أن تحديات جمة تظهر اليوم أمام قسد ومسد. داعش لا يزال موجودا على الرغم من إنهاء قسد مدعومة بالتحالف الدولي لدولة التمكين التي أعلنها التنظيم الإرهابي داعش في عام 2014. وكشف ديبو أن أعداد أسرى داعش وعوائلهم تفوق 50,000 من 48 جنسية عربية وأجنبية، معتبرا أن هذا العدد الهائل معضلة كبيرة لا تستطيع الإدارة الذاتية في شمال سوريا أن تتحمل مسؤوليتهم وحدها، لافتا إلى أن الخطوة الأسلم هنا تأسيس محكمة دولية في شمال سوريا وشرقها بتفاصيل متفق عليها مع الإدارة الذاتية. وأشادت دول عدة حول العالم بإعلان القضاء على داعش بعد تجريد التنظيم من مناطق سيطرته جغرافيا، في وقت أعلن قادة قوات سوريا الديمقراطية وشريكها التحالف الدولي بقيادة واشنطن بدء مرحلة جديدة من الحرب ضد التنظيم للقضاء على الخلايا النائمة. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري بدوره أشار إلى أن قتال داعش لم ينتهي والقوات الأمريكية ستبقى في سوريا بأعداد محدودة. وأكد خلال مؤتمر صحفي أن القوات الأمريكية في طور الانسحاب وأن واشنطن ستبقي على عدد محدود نحو 400 جندي في الشمال الشرقي وفي قاعدة التنف لفترة زمنية. كما لفت إلى أنه يجري العمل على تطبيق خطة لإعادة أعضاء داعش من سوريا والعراق من حيث أتوا ليتلقوا دروسا في إعادة التأهيل على حد تعبير المبعوث الأمريكي، وأضاف بأن حوارهم مع تركيا لا ينبغي أن يكون ضحيته شركاء الولايات المتحدة، مؤكدا عدم سماحهم لتركيا بشن أي عملية عسكرية ضد الكرد في سوريا. والحديث أكثر مشاهدينا حول هذا المحور، يسعدني أن أرحب بضيوفي معي من دمشق الأستاذ طارق الأحمد رئيس الدائرة الخارجية والإعلامية في المكتب السياسي للحزب السوري القومي، وعلى أمل أن ينضم إلينا من الشمال السوري الأستاذ حكمة حبيب عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية. أستاذ طارق مساء الخير. تحية سوريا، تحياتي لك ولضيوفك ولشعبنا في كل مكان. أهلا بك أستاذ طارق. أستاذ طارق، بداية، الآن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من طوي صفحة تنظيم داعش الإرهابي وأعلنت من خلال إعلان النصر بأنه يجب أن يكون هناك حوار بين مسد ودمشق لحفاظ دعنا نقول السيادة السورية والتصدي للعدوان والسياسة العدوانية من قبل النظام التركي الاحتلالي للأراضي السورية. أستاذ طارق الأحمد، دعني أولا يعني أنظر بإيجابية لهذا الطرح. يتم الحديث عن دمشق، دمشق هي العاصمة، وعندما نتحدث عن دمشق العاصمة فمفهوم بالمصطلح السياسي أننا نتحدث عن الحكومة والشعب. نحن ننظر بإيجابية لكل من يتحدث، هو من أهلنا من شعبنا يعني بكل الأحوال، يريد أن يدافع عن بلده فيقدم طرحا إيجابيا، نحن ننظر إليه بإيجابية. لكن السؤال الأساسي، هل الخطر هو فقط الخطر التركي؟ طيب، الولايات المتحدة الأمريكية البارحة أول البارحة أعطت سيادة، يعني أعلنت عن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان. أليس الخطر الأمريكي هو أيضا خطر داهم وهو يسبق أيضا الخطر التركي؟ طيب، نحن نقول بأننا نريد كل الأخطار. لا تستطيع أن تقول لي بأني خلصتك من الثعلب وأبقيت لك الذئب. طيب يعني ليش ما نحن
نتعامل مع كل الأخطار. طيب جميل أستاذ طارق، ريثما يجهز الضيف خليني أنا أخذ الرأي الآخر كما يقال. طيب هذه الأسباب أنه حكمة حبيب ما يكون عنده رأي آخر. طيب أستاذ طارق، كسوريين وكطاولة مستديرة نسعى دائما لتوحيد رؤى كل السوريين والخروج بسوريا إلى بر الأمان، ولكن النقاط التي أشرت حضرتك إليها، طيب ما لازم تكون عوامل دعنا نقول موضوعية ومساعدة لخلق جو حواري يكون على أساس طاولة مستديرة الكل فيه متساوي؟ أستاذ طارق الأحمد، هكذا ابتدأت معك حديثي. إيه؟ ابتدأت معك حديثي بالإيجابية. قلت لك أنا يعني نحن ننظر ب يعني نفترض الإيجابية ولا نفترض أبدا سوء النوايا ولا السلب، يعني مع كل ملاحظاتنا. إيه؟ على كل ما جرى خلال الفترة السابقة، لكن هم مطالبون، من يتحدث بهذا الكلام مطالب بالإجابة عن هذا السؤال. نحن الآن قد بصيغة سؤال، لأنه الأستاذ حكمة صار جاهز معنا مشان بعدين أخذ سؤالك لعنده. تمام، أنا سأعيد للأستاذ حكمت مرة ثانية بعد التحية عليه. سأعيد، نحن ننظر إلى الأخطار كأخطار متكاملة. الخطر التركي موجود ونحن ننظر إلى هذا التصريح بإيجابية، لكن عليهم أن يجيبوا أيضا على الخطر الأمريكي. الأمريكي البارحة أول البارحة فقط اعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وهو يقوم ب برعاية الإرهابيين في منطقة التنف، ولا يريد لسوريا ويحاصر سوريا اقتصاديا ومن كل النواحي، ويمنع حتى على اللبنانيين. طيب. وعلى الأردنيين أن يأتوا للتبضع والتسوق في سوريا. طيب يعني هذا الأمر يعني، وأعيد عليه حتى المثال، يعني تريد أن تقول لي أقاتل معك الثعلب وأبقي عندك الذئب يعني؟ طيب. وبالتالي هذه مسألة في غاية الأهمية يجب الإجابة عليها. طيب خليني أنا أرحب باسمي وباسمك بالسيد حكمة حبيب. أستاذ حكمة مساء الخير. مساء النور. مساء. أستاذ حكمة، سمعت إلى وجهة نظر الأستاذ طارق وطرحه هنا، بدي أسألك أنا عن موضوع الاستراتيجية المرجوة والمرسمة من قبل مسد وقوات سوريا الديمقراطية لمرحلة ما بعد طي صفحة تنظيم داعش الإرهابي عسكريا. أستاذ حكمة، بداية تحياتي لك وإلى صديق العزيز الأستاذ طارق الأحمد من دمشق. حقيقة نحن في مجلس سوريا الديمقراطية بعد أن لم نجد أي حل وطنيا خلال الأزمة السورية والسنوات السابقة، في وخصوصا في مناطق شمال وشرق سوريا، تم تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية كمظلة سياسية للقوى الوطنية الموجودة في هذه المنطقة، وهو إطار مفتوح على كل القوى الوطنية في السوري. وبعد عدة سنوات من محاربة الإرهاب والحفاظ على البنية التحتية في معظم المناطق في مناطق شمال وشرق سوريا، وبعد القضاء في المراحل الأخيرة على داعش عسكريا هنا في منطقة الباغوز، نحن لدينا استراتيجية لفتح الحوار مع كل السوريين وضمن السقف الوطني. نحن نؤكد للأستاذ طارق ونؤكد للمشاهدين وأكدناه سابقا، نحن لا نمثل المشروع الأمريكي أبدا ولا نمثل الأجندة الخارجية. نحن ضد الوجود الأمريكي وضد الوجود الروسي وضد الاحتلال التركي وضد أي تدخل خارجي في الأزمة السورية، ولكن تم إنشاء تحالف دولي لمحاربة الإرهاب في سوريا، وكان هذا التحالف بقيادة الولايات المتحدة. نحن لم نجذب الولايات المتحدة إلى شمال وشرق سوريا، هناك قوات تحارب الإرهاب وتدافع عن نفسها من خلال تأسيس قوات سوريا الديمقراطية، وعندما وجد تحالف هذه القوات نحن نتعاون قواتنا في التحالف لمحاربة الإرهاب فقط. نحن لا نمثل المشروع الأمريكي ولا يمكن أن نقبل أن نمثل هذا المشروع. نحن مشروعنا وطنية لكل السوريين، ونحن ندعو إلى الحوار. واليوم الآن أنا في كوباني، هناك حوار سوري ومشاركة العديد من القوى الوطنية من الداخل السوري. على هذا الأساس نعمل من هذا الحوار من أجل الوصول إلى مؤتمر وطني جامع لكل السوريين خلال المرحلة القادمة، لأن ثقتنا بالمؤتمرات الدولية التي حصلت إن كان في سوتشي أو أستانا أو جنيف لم يصلوا إلى حل خلال عدة سنوات، وذلك بسبب تدخل والأجندة الدولية الخارجية. أستاذ طارق، سمعت للطرح، يعني الآن في ظل هذه الأجواء، والأستاذ حكمة تحدث عن حوار سوري موجود الآن يتم في مدينة كوباني عين العرب، يعني برأيكم يعني الآن الأجواء ليست مواتية لخلق بالفعل حالة حقيقية وحوارية تقوم على أساس المساواة كما أشرنا أستاذ طارق، ما العوائق برأيك؟ لا، هو الأستاذ حكمة بيعرف قديش نحن مؤيدين للحوار، هو تماما بيعرف تماما
قديش نحن دعاة للحوار مؤيدين للحوار، لكن هذا الحوار له ما بدي إلا شرط، لكنه قاعدة أساسية هو الانسجام بين القول والفعل. يعني أنا الآن أتحدث لك وأنا مسؤول عن كلامي عندما أصنف، يعني أنا لا أستطيع أن أصنف احتلال التركي والاحتلال التركي والاحتلال الأمريكي والاحتلال الروسي، يعني هذا يصبح يعني أي مشاهد يقول بأن هذا الرجل غير منسجم مع كلامه. أنا بالنسبة إلي هناك احتلال تركي لأرضي، هناك احتلال أمريكي لأرضي، وهناك حليف روسي، وبالتالي أنا لا أفرض على زميلي صديقي في الحوار أن يتبنى مصطلحاتي، لكن أريد منه أن يكون منسجما مع مصطلحاته. بمعنى أنا أقول لك حليفي الروسي وأتحاور معك من هذا المنطلق، وأقول لك أن الأمريكي عدو، بالتالي لا أستطيع أن أقبل منك أن تقول لي الأمريكي عدو لفظا فقط وأنت تتعاون كل التعاون معه. طيب أشني هذه المسألة في غاية الأهمية. نعم. طيب أستاذ طارق تحاورني على أساس طيب. أن تنطلق من قناعاتك ومن عملك بحيث أستطيع أن أصل أنا وياك إلى نتيجة، لا أستطيع أن طيب. أسمع منك كلاما وأرى على أرض الواقع شيء مختلف. طيب على أرض الواقع خليني قاطعك بسكرة وبوردة كمان أستاذ طارق لو تسمح لي، يعني في هذه الجزئية بالتحديد ما راح نفوت بفكرة المواضيع النسبية، ولكن على أرض الواقع كما أشرت حضرتك وأشرت إلى روسيا وكيف صنفتها، اليوم لها دوريات مشتركة مع تركيا العدو الذي على أقل تقدير يتفق معظم السوريين عليه بأنه عدو محتل الأراضي السورية، كيف نقرأ ونفهم هذا التصرف أستاذ طارق؟ صحيح، هذا صار بالتحليل بالدخول بالتفاصيل وأنا معك في هذا الموضوع، ونحن وأيضا حتى وزارة الخارجية السورية والحكومة السورية مع أن حليفها وبس هيك أكثر من هيك، يعني أنت نحن بنعرف أنه روسيا لها علاقات مع إسرائيل حتى، يعني وهناك زيارات مشتركة، هذا نصير دخلنا بالعمق، نحن ما بدنا نتوه المشاهد هلا بدنا نعمل تحليل للسياسة الاستراتيجية وماذا تستفيد روسيا من بيع الاس 400 لتركيا. أنا ما بدي ضيع لك الحلقة، أنا ملتزم معك لأنك مدير للحلقة، أنا أتحدث صحيح. أريد أن أتحاور مع أخي في الوطن الذي هو من الفصيل الذي يتحدث، يعني أخي الكردي، أخي من منطقة الشمال إلى آخره، أخي في الوطن من مدينة الحسكة، من مدينة حلب، من أي مدينة، أريد أن أتحدث، أريد فقط انسجاما لكي لا نضيع الحديث فقط. أنا أقول لك نحن بالنسبة لنا الآن الخطر الأمريكي خطر داهم، وما جرى من قبل ترامب مؤخرا يؤكد بأن هذا الخطر يجب أن يزال. يعني الآن بماذا يتسلح الأمريكي الآن بوجوده في التنف وفي الشمال؟ يتسلح بقوات سوريا الديمقراطية وبتعاونها معه، إذا أعلنت بشكل واضح وصريح قوات سوريا الديمقراطية بأنها مع مصالح شعبها، إذا اليوم أدانت حتى هذا التصريح لترامب، إذا ذهبنا إلى مجموعة من المسائل نعرف بأننا سنتحرر من هذا الخطر. طيب. وما حدا يعتقد بأنه نحن نقول يعني نحن نريد أن نحارب أمريكا في أرضها إطلاقاً. طيب. ما في هيك طيب. هيك شيء إطلاقاً. نحن طيب. فقط نريد من أمريكا أن لا تعتدي على أرضنا. نحن نرتاب جداً من بقاء القوات الأمريكية في التنف. طيب. يعني اترك حتى المنطقة الشمالية. طبعاً نحن نرتاب من كل مناطق، لكن الارتياب الكبير هو منع سوريا، يعني هناك إطباق، هناك خنق لسوريا. أنا أعطيك بالمعلومات. طيب. السفراء الأمريكان في لبنان وفي الأردن، يعني في المناطق المحيطة، يأخذون السياسيين سياسي والتجار ورجال الأعمال ويراقبونهم ويراقبون البنوك ويمنعون أي أحد. تعرف كان هناك هجمة إيجابية لإعادة الإعمار في سوريا. طيب أستاذ أحمد، أستاذ طارق، سوريا طيب. حتى بجرة الغاز. نعم. فهذا الأمر لا يمكن أن طيب. أقبل أن لا يكون هناك موقف للحوار السوري طيب. الذي يجري في كوباني الآن. طيب أستاذ حكمة يعني لا. طيب. لا يمكن أن أقبل من طيب. أخي حكمة
أن لا يثير هذا الموضوع في 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 الحوار في كوبالي. طيب خليني أروح لعند أستاذ حكمة مشان ما يزعل الزلمة، لأنه أنا شكلي أعطيت معظم الوقت لك أستاذ طارق حتى أكون عادل. طيب أستاذ حكمة بالعودة إليك، يعني تصريحات متتالية ومتواترة من قبل مسد حول استراتيجيتها المقبلة، وصنفت وقالت بأنها صمام أمان في وجه النوايا التركية المبيتة لسوريا، في ظل ما يجري الآن على الأرض ألا توجد نقاط تلاقي بشكل أو بآخر لتقريب وجهات النظر بينكم وبين دمشق أستاذ حكمت؟ حقيقة ما نتفق عليه كسوريين، نحن لدينا سيادة الدولة السورية، سيادة الوطن السوري، خط أحمر. هناك احتلال تركي واضح لمناطق واسعة من سوريا، نبدأ من جرابلس وعزاز والباب وعفرين وإدلب وشمال حلب. هذا كسوريين نحن مع الحفاظ على سيادة الدولة السورية وعلى وحدة الأراضي السورية، كما أننا نمدين ما طرحته الولايات المتحدة والرئيس ترامب حول الجولان، والجولان أرض سورية ونحن سوريون وطنيون. ما أريد أن أتكلم عنه الآن هو أن الوجود القوات الأمريكية، القوات الأمريكية التي موجودة في المناطق التي حاربت الإرهاب ضمن تحالف، عندما يصبح الحل السياسي والمسار السياسي من خلال السوريين ومن خلال مؤتمر وطني، وعندما تكون هناك جدية حقيقية لدى الحكومة السورية بقطع ومنع أي أجندة خارجية من خلال الدعوة للحوار والاستقبال والاستماع لنا كسوريين، استقبال وشرف سوري أطفالنا من خلال أبنائنا. أنا من عائلتي قدمت العشرات من الشهداء لمحاربة الإرهاب، ليس من أجل الولايات المتحدة، والأستاذ طارق يعرف ذلك جيدا. نحن حاربنا الإرهاب من أجل الحفاظ على مناطقنا والحفاظ على سوريا. وجود الأمريكي وجود دولي خطر، نحن أول من يطالب ويندد بالوجود الأمريكي خلال المرحلة القادمة بعد أن يتم الاستقرار السياسي، وهذا كله موجود في عودة الحكومة السورية من خلال فتح باب حوار صحيح والاستماع لنا. نحن لا نمثل المشروع الأمريكي كما ذكر. بالنسبة للدولة التركية، نحن تركيا دولة معتدية، نتفق مع السوريين، هذه النقاط التي تجمعنا كسوريين من الإطار الوطني من أجل الدفاع عن أراضينا وتحريرها. فعلى هذا الأساس الوجود الروسي والوجود الأمريكي هو وجود مصالح دولية. صحيح الوجود الروسي موجود بطلب من الحكومة السورية، والحكومة السورية هي حكومة شرعية، ولكن الولايات المتحدة هي موجودة ليس بطلب منا، وليس نحن من يعمل معها. يقول الأستاذ طارق بأن الولايات المتحدة هي مستقوية أو تعمل مع قوات سوريا الديمقراطية. نحن لسنا ذراع للولايات المتحدة، نحن ذراع وطني حارب الإرهاب يعمل لفتح الحوار السوري وعلى استعداد الذهاب إلى دمشق ولا أي مكان من سوريا. ولكن الحكومة السورية حتى اللحظة، وأؤكد له حتى اللحظة، تتعامل مع موضوع شمال وشرق سوريا أنه موضوع هناك قضية كردية فقط. القضية ليست قضية كردية فقط، هناك مجتمع حارب الإرهاب يعمل من أجل الحفاظ على البنية التحتية، وهو منفتح على الحوار مع كل السوريين، وعلى رأسهم الحكومة السورية وعلى رأسهم الحزب القومي السوري وأي أحزاب أخرى تؤمن بالحل السياسي. نحن ندرك مصالح الولايات المتحدة والمصالح الإسرائيلية والخطر الإسرائيلي والخطر التركي على سوريا. فعلى هذا الأساس يجب أن نكون منطقيين، وأن تكون الحكومة السورية اليوم هي تكون لها جدية واضحة. ماذا يعني؟ عندما تستقبل الحكومة السورية وفد من المجلس السوري الديمقراطية ولا يقبل النقاش إلا على قانون إدارة المحلية، القانون الذي لا يخدم مصالح الشعوب وتطلعاتها، لماذا لا يتم التغيير الحقيقي والتغيير الجذري والشعب طرح القوى الحقيقية وقوة سابقا من دمشق والتغيير السني والائتلاف بالتغيير الجذري والشامل لبنية الحكومة السورية وبنية النظام؟ على هذا الأساس نحن نتطلع خلال المرحلة القادمة بعد القضاء على داعش من أجل تحرير كافة الأراضي المحتلة ومنع أجندة خارجية دولية لسوريا، وهذا نحن نخشى على سوريا وبحدة سوريا. فالأمر يتطلب حوار جدي، وعلى هذا الأساس نحن على استعداد للذهاب والاجتماع للآخر والاجتماع لكل السوريين. التقيت اليوم في كوباني على العرب العديد من الأصدقاء الذين يعرفهم الأستاذ طارق، وهم من القوى الوطنية الموجودة في داخل دمشق، ونحن ندعو الأستاذ طارق وآخرين للاطلاع بشكل واضح على التجربة. نحن لا نكون الشماعة للوجود الأمريكي. الأمريكان نحن أول من يطالب برحيلهم من سوريا بعد أن يتم الاستقرار ووجود حل سياسي للأزمة السورية. أستاذ طارق، سمعت يعني الأستاذ حكمة عطى أجوبة كثيرة على تساؤلات حضرتك قمت بطرحها في بداية الحلقة، يعني حتى قال بالحرف الواحد بأنه لم يتلمس نوايا حقيقية من قبل دمشق لموضوع التغيير الحقيقي لمصير هذه المنطقة، وتتعامل على أساس
شعب أو مكون واحد من شمال شرق سوريا أستاذ طارق؟ تفضل. هلا لألك، أولا يعني الحوارات التي أجراها لا أعرف يعني على أي مع من وكيف، لا أستطيع أكيد الإجابة عنها، لكني أنظر إلى الكثير من النقاط الإيجابية التي أجاب عنها الأستاذ حكمت طبعا، وهي يعني إذا خرجت بنفس واحد وبإعلانات مشتركة ضد الوجود الأمريكي وضد خطط أمريكا خاصة في الحصار الاقتصادي على سوريا، الخطر الحقيقي الآن يعني نحن، أنا أنتظر حقيقة من أستاذ حكمة فعلا أن يرسل لنا أن ينشروا ويرسل لنا يعني الخلاصات في مما يعني يصرحون به، وخاصة تجاه نحن يعني هناك خطرين كما أسلفت لك الآن، يعني لا يستطيع الحقيقة الشعب السوري ونحن نعتبر الآن الأولوية مسألتان أساسيتان. نعم الخطر التركي أساسي، لكن مسألة الحصار الاقتصادي والخطر الأمريكي الآن الذي يهدد بحرب شاملة في المنطقة، لاحظ معي مسألة في غاية الأهمية. لماذا نحن نشدد في هذه المسألة؟ كما قلت لك أنظر بإيجابية تماما إلى الكثير من النقاط التي ذكرها، لكن أمريكا تهدد بإشعال حرب شاملة في المنطقة وتحاول خلق سوريا اقتصاديا، هذا يجب أن يصدر منه موقف. أما ما تبقى فهناك تفاصيل في طريقة النقاش كلها، يعني أنا لا أستطيع الآن أن أدخل معك في الحوار، نحن دعاة حوار كما قلت لك حول يعني حول في سوريا دعاة حوار ودعاة إصلاح، لكن الآن لا أستطيع أن أجيبك طيب. على حوارات جرت طيب. ما بين الأستاذ حكمة وآخرين يعني طيب أستاذ طارق ضل معي دقيقة، يا ريت لو تخليني أختم فيها مع الأستاذ حكمة حتى طبعا. أكون عادل لو سمحت لي. أستاذ حكمة تعقيب منك أخير بدقيقة لو سمحت. حقيقة أؤكد لك وللمشاهدين وللأستاذ طارق ومن يسمعنا في دمشق وفي الداخل السوري، لأن مشروع مجلس سوريا الديمقراطية هو مشروع وطني ويحمل أجندة وطنية فقط. نحن أؤكد لا نمثل المشروع الأمريكي، نحن هناك شعب في شمال وشرق سوريا قدم 11,000 شهيدا من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ونحن من يرفض بتاتا التلاعب بمصير سوريا وموضوع التقسيم والإشاعات الإعلامية التي تستخدمها تركيا وبعض الدول لأن هناك مشروع كردي في شمال سوريا وانتصاري. أنا أعلن على الصحة والأستاذ طارق يعرف أنا من وإلى من أنتمي، وهناك العديد من العشائر وأكثر من النصف من قوات سوريا الديمقراطية هي من المكون العربي الذي يعملون مع الكرد والسريان في هذه المنطقة من أجل الوصول إلى سوريا موحدة لكل السوريين يتفاعل فيها الجميع بالحقوق والواجبات. وأدعوه من عبر قناتكم لزيارتنا إلى هذه المناطق ويطلع على التجربة بشكل واضح وصريح. طيب ضيفي من الشمال السوري الأستاذ حكمة حبيب عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية، شكرا جزيلا لك. وشكر لك أيضا ضيفي من دمشق الأستاذ طارق الأحمد رئيس الدائرة الخارجية والإعلامية في مكتب السياسي للحزب السوري القومي. مشاهدينا فاصل وندخل المحور الثاني لحلقتنا.